أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها من فوقها
تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد صدق الله العظيم.